اولا هي كذب المنجمون ولو صدق، ولكنها ليست تنجيم، انها معتقدات فنيه. اتمنى ان السيد كارلوس كوروش يعملها لو فعلا حابين ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه النهارده مع منتخب الجزائر. مبدئيا وقبل اي حاجه، الفرقتين هيلعبوا ال 4 2 3 1. مجيد بوجره المباراه الاخيره قدام لبنان لعب 4 2 3 1. 4 2 3 1 مجيد بوجره نقطه قوتها كلها في مركز حول الاطراف، اذا كان ياسين ابراهيمي او الناحيه الثانيه لعيب زي يوسف البلالي او العربي السوداني. فهتلاقي مشكله كبيره جدا عند منتخب مصر في ناحيه الاطراف اللي هتدافع على الناس دي. فاتمنى ان اكرم توفيق ناحيه اليمين هو اللي يقابل لعيب زي ياسين ابراهيم ناحيه الشمال، او حتى كمان لو هيلعب النهارده شمال بلعيب زي يوسف البلاي. اعتقد انك لما تسلمه لاكرم توفيق ده انت بتسلمه للعيب مفترض انه يعرف يدافع عليه. الناحيه الثانيه بقى اللي فيها مشكله، الناحيه الثانيه ناحيه الشمال عندنا هي اللي فيها مشكله كبيره جدا، لان فتوح عنده مشاكل كتيره جدا في الشق الدفاعي، وما اعتقدش انه النهارده هيجي يضحي باحمد فتوح وما يلعبوش. وراه طبعا هيكون الونش واحمد حجازي. اتمنى النهارده ان حمدي فتحي يكون خد التصاريح الطبيه، وان حمدي يكون موجود بجانب عمرو السوليه، لان حمدي لو غاب نص الملعب هيضيع منك جدا. حتى المنتخب الجزائري عنده طرد لحسام الدين مرزوقي، وهينزل مكانه لعيب زي زكريا ضراوي، بس لا افضل انا وجود لعيب زي حمدي فتحي النهارده، ونتمنى ان حمدي يحصل على التصريح الطبيه. الثلاثه اللي قدام اتمنى 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 اني ما اشوفش مروان حمدي في الشق الهجومي. اتمنى انك تحط لي محمد شريف ناحيه احمد سيد زيزو، ناحيه لعيب زي احمد رفعت وقفشه وسطهم، او لو مش هتلعب زيزو حط مصطفى فتحي. بس اهم حاجه ما اشوفش مروان بيلعب طرف قدام محمد شريف، يا قدام مروان، انما مروان ما يلعبليش طرف او شريف ما يلعبليش طرف، ابوس ايدك عشان الموضوع مش مستاهل، لان احنا اساسا هنلعب المباراه ضد منتخب الجزائر عباره عن تطويل، لان احنا زي ما بقول لك احنا مفترض ان احنا المكان اللي فيه ياسين ابراهيمي او فيه يوسف البلالي وتحتيهم لعيب زي الياس شتي. دي مشكله كبيره جدا بالنسبه لك انت كمنتخب مصر، لان دي جبهه شمال قويه جدا بالنسبه للمنتخب الجزائري. اعتقد ان هو يلعب بعبد القادر بدران، وهيلعب النهارده بجمال بالعمري، وتحتيهم هيرجع رايس مبولحي، هيرجع الثلاثه اللي ما لعبهمش ماتش لبنان. نص الملعب زي ما بقول لك هيكون فيه غياب في المنتخب الجزائري حسام الدين مرزوقي، فاعتقد ان هو هيعوضه بزكريا الضراوي، وسفيان بن دفكه هو اللي هيستمر، وممكن يفاجئنا ويحط امير سعيود 10. وقتها هيكون فكره كويسه بصراحه حته ان هو يحط سعيد 10، لان هو لو حط سعيد 10 سعيد هيحاول يستغل المساحه اللي هتكون موجوده ما بين حمدي وعمرو السوليه. الناحيه الثانيه بالنسبه للمنتخب الجزائري حسين بن عايده، وقدامه لو لاعب العربي السوداني او لاعب الناحيه دي يوسف البلايلي هيكون في خطوره كبيره جدا، لان ده المكان الوحيد اللي انا مضمونوش في منتخب مصر، وهو ناحيه الشمال. ناحيه الشمال عندنا في منتخب مصر فيها مشكله كبيره جدا. غير كده كمان يعني تقريبا احمد حجازي هو اللي بيروح يغطي ناحيه الشمال ورا احمد فتوح، فهيكون في بطء غير طبيعي مع تغطيه عكسيه غريبه جدا، فاحنا ممكن نتضرب من هنا. احنا ممكن نتضرب من هنا، وابو الفتوح عادي جدا ان هو يلبسنا في ماتش زي ده من كره دفاعيه، ونلاقي نفسنا بسم الله ما شاء الله لبسنا في الحيط. طب منتخب مصر ينزل يهاجم ولا ينزل يدافع؟ لا، هو المنطق بيقول انك تلعب مباراه طويله مع منتخب الجزائر، لان منتخب الجزائر شفناه في ماتش لبنان لما الهدف تاخر الدنيا ما كانتش سالكه قوي، والدنيا بدات ان هي تتعصب، واللعيبه بدا ان هم يتعصبوا ويفقدوا تركيزهم، رغم ان في خبرات زي ياسين ابراهيم جوه الملعب، بس منتخب الجزائر لو مش محضر بلان بي لمباراه مصر النهارده اللعيبه ممكن يتعبوا جدا. بس مجيد بجره اعتقد ان هو كان بيحضر من اول البطوله على مباراه مصر، فما اعتقدش ان دي ممكن تفرق معاه. فاحنا المباراه الطويله احنا محتاجين نلعبها، المباراه اللي بنعتمد فيها على الهجمات المرتده والتقفيل محتاجين نلعبها، ودي حاجه احنا كنا بنعملها كتير جدا ايام هيبسط الكوبر، ونتمنى ان احنا ما ننزلش نعمل جيم مفتوح، لان احنا لو نزلنا نعمل جيم مفتوح استعراض عضلات ومين هيكون اقوى مش هيكون لنا فرصه. فاحنا الفرصه بالنسبه لنا ان احنا ننزل نلعب جيم دفاعي طويل، جيم دفاعي بيعتمد على الغلطات اللي هيغلطها لعيبه المنتخب الجزائري، والمساحات اللي هيسيبها لعيب زي الياس شتي ولعيب زي بن عايده، هي المساحات دي هي اللي هتخليك تقدر انت تخلص من لعيب زي احمد رفعت او لعيب زي زيزو او مصطفى فتحي، او كمان مشاركه مجدي قفشه اللي اتمنى ان هو يكون محظوظ النهارده قدام المنتخب الجزائري. هي دي الحاجات اللي ممكن تخليك تطلع كسبان قدام الجزائر، او حتى تطلع متعادل قدام الجزائر، ونرجع وقتها لحسب بيرما ومين هيصعد ومين هيبقى اول ومين هيبقى تاني. انما لو نزلت جيم مفتوح قدام الجزائر هتتنفخ. فانا لا اتمنى ان سيد كارلوس كروش يعمل جيم مفتوح قدام منتخب الجزائر، اتمنى ان هو يلعب مباراه طويله، اتمنى ان عدم خبرات مجيد بوجره تفيد المنتخب المصري، اتمنى ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه، ونتمنى ان احنا نطلع بماتش حلو، ماتش مش مليان عصبيه، ماتش فيه روح رياضيه، ماتش الكسبان نقول له مبروك والخسران نقول له هارد لك، علشان خاطر الماتش ده عباره عن تحديد مراكز، يعني مش هو اللي هيطلع منتخب مصر بره البطوله ولا هيطلع منتخب الجزائر بره البطوله.
اتمنى انك تكون كملت معايا لحد هنا، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش تذكر في الحالتين ان مساعده اخيك. لا ايه جو الشحاته ده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش اعمل سبسكرايب، وفي الحالتين اعمل ديسلايك، ويا ريت ما تشتمش معلش يعني.